هي خرجة ميدانية مفاجئة لعوان الرقابة وقمع الغش بالتنسيق مع مصالح الأمن. استهدفت هذه المرة بعض محلات بيع اللحوم والدواجن بولاية سكيكدة. تدخلات أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات أغلبها متعلقة بعدم احترام شروط الحفظ. تمت معاينة مخالفات متمثلة في عدم احترام إنسانية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، محاولة خداع المستهلك، وذلك من خلال عرض للحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، وتنبعث منها رائحة كريهة كانت معد للتسويق للمستهلك. وقد قدرت كمية المحجوزات بأكثر من 60 كيلوغرام، والتي تم سحبها نهائيا من عملية العرض للاستهلاك. أزيد من 1000 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، أغلبها لحوم حمراء وبيضاء تم حجزها خلال 10 أيام الأولى من شهر رمضان، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين. عندنا 809 تدخل في مجال قمع الغش، تم على إطرها تسجيل 57 محضر رسمي وجهت للعدلة، كما تم حجز 1.48 طن من المواد الغذائية متمثلة في اللحوم الحمراء، لحوم بيضاء، مرقاز. هي إذن مشاهد للحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك، فبعد حجزها من طرف أعوان الرقابة يتم نقلها إلى مركز الردم التقني بولاية سكيكدة لإتلافها، حفاظا على صحة المستهلك، خاصة في ظل تزايد الطلب على هذه المواد خلال الشهر الفضيل.